قافلة الهدى الدعوية. كيف تكون التوبة؟ فأول طرائقها انكسار يعتري القلب وحياء عظيم من الرب أن الله خلقك وأخبرك عندما بعدما خلقك أنه لم يخلقك عبثا ولم يرد منك أن تسير في الناس سدى. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تبارك اسمه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا أول الطرائق. ثم ليتأمل كل أحد نعمة الله جل وعلا عليه، نعمة الله عليه في وطنه، نعمة الله جل وعلا عليه في بدنه، نعمة الله جل وعلا عليه في أهله وفي ماله وفي سائر أحواله. فإذا رأى تلك النعم استحيا ممن وهبها وأطرق خجلا ممن آتاه إياها، فلجأ إلى الله جل وعلا يستحيي أن يعصي الله بنعم هو تبارك اسمه وجل ثناؤه أفاء بها علينا. ثم بعد ذلك يستحي كيف يقدم على الله وقد تلبس بالمعصية ولم يبالي بالتوبة ولم يرفع رأسا بإقبال الله جل وعلا عليه. ولا بد لكل أحد طال عمره أم قصر، كان ملكا أو كان مملوكا، كان غنيا أو كان فقيرا، كان تابعا أو كان متبوعا، لا بد له أن يقدم على رب العالمين جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم وهو يدني عدي بن حاتم عنده وقد رمى له بشيء يجلس عليه، فجلس عليه عدي بعد أخذ وعطاء مع رسول الله، قال له: يا عدي، في خاتمة الحديث: وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وصية نبوية لأحد أصحابه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل الأمة محتاجة لهذه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والغاية أن مثل هذه البواعث الثلاث وغيرهن كثير تحث النفس المؤمنة على أن يقبل على الله جل وعلا بتوبة نصوح، كما أن الإنسان يحب أن يترك هذه الدنيا ببشارة من الله قبل أن يجعلها وراء ظهره. والبشارة من الله إنما تأتي على ألسنة الملائكة. قال الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.